اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من راجل واتنين ستات. انا النهارده بصراحه يعني مبسوط قوي قبل الحلقه، شايفيني بضحك وبتاع. ما شاء الله اول مره يشاركوني في حوار بينهم، يعني اول مره على طول قبل الهوا بيبقى هم بيتكلموا وبيتودودوا وانا مش سامع حاجه، وابقى انا قاعد كده زي الغلبان قاعد كده والاثنين قاعدين يتكلموا وبعدين يلا يا اساتذه فنبدا. انت اللي دخلت في الحوار. ما كنتش هنشكر برضه. لا انا فجاه لقيتها، راحت لفه وبتوجهني. ايه رايك؟ شوف اخدت ثقتنا عشان كده حسيت انا دلوقتي حسيت ان انا صديقهم يا فعلا بعد كل الحلقات دي. تخيلي. لا بس احنا بقالنا شويه. لا ما تمثلش. إيه؟ احنا بقالنا شويه بنلم كتير. بنلم كتير قبل الهوا، وساعات تنم انت وهي لوحدكم، وساعات انام انا وانت لوحدنا وتبقى هي ماسكه التليفون. لا بس يعني الاكثر بيبقى كده مبسوط، يعني راضي عننا في الدخله دي النهارده. راضي. يلا ورينا هتعمل ايه. بس هو الموضوع اصلا عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه كمان قبل الهوا لذيذ قوي. لا من بغض النظر عن التفصيله الشخصيه، ايه دي عايزين نكتبه ونتكلم فيه بعد كده عشان ده موضوع حلو قوي. ما ينفعش اللي انت طرحته. مش لازم انا كمثال يعني، والجواز متاخر وقرار الجواز وسن الجواز بيأثر عليه فعلا القرار ده ولا لا. ده موضوع حلو قوي عايزين نبقى نتكلم فيه. على فكره موضوعنا هو جزء من حوار زي ده. صح. يعني او حدوته زي دي. فكره العقل المناسب للجواز مش السن المناسب للجواز. يعني امتى صح عقلنا يبقى جاهز للجواز؟ يعني مش سنين. خدتيها في الحته صح المظبوطه الصميمه يا استاذ. عجبتك؟ بنتعلم منها حاجات. لا 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 بحب ايه تبهرك قوي. هي بتبهرني كتير حبيب قلبي حقيقي. قول. احنا موضوعنا النهارده عن الاهتمام الزائد. اهتمام الزياده. وانا شايف ان احنا ممكن نتكلم في كذا شق في الموضوع ده، لانه الاهتمام الزياده ده هل صح ولا غلط؟ هل هو صحي ولا مش صحي؟ مين عنده الموضوع ده اكتر، الراجل ولا الست؟ يعني مين اللي بيهتم اكتر؟ فطبعا انتوا كستات هتقولوا الستات طبعا بيهتموا اكتر اكيد، بس دي طبيعتنا برضه. هل موضوع الاهتمام ده خطر؟ لانه لو اتعاملت باهتمام وبعدين الاهتمام ده قل فيعمل مشكله. فعندنا الحقيقه يعني باكج الاهتمام. باكج ايوه. بصي يعني انا بصي بقالي ساعه بتكلم، هي راحت لخصتهولك في كبسوله. قالت كده خبره برضه. لا كده كتير عليا. لا الواحد والله بص هو اصل موضوع الاهتمام ده يعني هو الناس فاكره انه اتقتل بحث، بس الحقيقه هو لسه ما اتقتلش بحث ولا حاجه. احنا يا دوبك بنحوم حواليه. صح. وده يخلينا بس احنا نسالك في البدايه، هو الراجل حبيب قلبي يحب الاهتمام بيه يبقى شكله عامل ازاي؟ لان انا حاسه ان احنا بندن في ملطه. او فاهمين الاهتمام غلط. لا هو كل راجل بيختلف عن التاني بطريقه زي الستات. وبنحس بعد شويه انه الراجل عايز الاهتمام بيه بطريقه تانية، بمفردات تانية وبطريقه تانية. فانت ساعدنا. لا هو يعني اللي هقدر اقوله لك ان مفيش راجل زي التاني. في اساسيات. في خطوط عريضه. يعني احنا مثلا مفيش ست في الكوكب هتسالها غير وهتقول لك لازم يفتكر عيد ميلادي مثلا. مثلا مفيش ستة تقول لك لا يفتكر عيد ميلادي حاجه مش مهمه بالنسبه لي. فقول لي ايه القواعد، اديني قاعدتين كده في الراجل يحب الاهتمام بيه. مش عارف ان انا مثلا يعني تبقى محظوظ لو هي نصيحتها بالنسبه لك مهمه وبتفرق معاك وفعلا جربتها قبل كده وكانت نصيحتها يعني انا بحب اروح اقول لها حلو. انا بعمل 1 2 3 ايه رايك. لان هي بتسمع باهتمام. انا بحب مثلا ان انا يعني انا بعرف البس، بعرف البس نفسي يعني او انقي ذوقي. بحب ذوقي بس اتعودت ان انا بثق في ذوقها جدا فتشاركك. فممكن ابقى نازل وتقول لي غير الجزمه دي، يعني ما تلبس جزمه بس بطريقه حلوه. فاهمه؟ هي عندها طريقه حلوه الكذا تبقى احلى. الجزمه الفلانيه او انا اروح لها اقول لها ايه رايك البس دي ولا دي. فتقول لي دي فما بفكرش. فدي ثقه في يعني بتكلم في مثال طبعا صغير مثلاً. يعني بس ده مثال يعني مهم. لو هو ده يعني لو هو ده كلمه السر ده يبقى يا ريت. ده حاجه كبيره. بس انا مثلا ما اهتمش ما بهتمش بال مثلا هاكل ايه، عامله لي اكل ايه. ما تترجمش ده انه اهتمام. لما تخش مثلا تقول لك النهارده عملت لك حاجه انت بتحبها قوي الاكل، فده عادي ما بيفرقش معايا خالص. ما تحسش ان ده اهتمام. انا مثلا
لو انا مش الشخصيات اللي مثلا ايه نفسي اكل بصاره النهارده نفسي ما عنديش الموضوع ده أيوة. اللي موجود يعني في رجاله تانية تتضايق انه رجع من الاكل من الشغل موافقك. اكله مش موافق. فكل راجل بيختلف عن التاني انت في القاموس يعني بتاعك الاكل مش موضوع يعني مش فارق لا معاك. انا مش اهم حاجه القاموس القاموس بتاعي ان انا مش عايش مع جاري يعني انا بالنسبه لي هي لبسي واهتمام يعني حاجتي وسماعك والكلام ده الرأي مش مواضيعك ده الاهتمام مش مشكله خالص يعني عمري ما ازعل من مراتي لو دخلت الاوضه لقيتها لبسي مثلا هو ده اللي كنت هساله لك اصل الست بتفتكر ايه بقى تعالى بقى اقول لك احنا فاهمين ايه في رجاله طبعا عندهم الموضوع ده عشان كده بقول لك الموضوع يختلف بس لا على فكره رجاله كتير بيجتمعوا معاك يقول لك انا عايز حبيبه تسمعني وصديقه احنا بقى بنتسحل متخيل بعد الجواز ان الاهتمام في انك ترجع تلاقي هدومك كلها مكويه لا لا حاجتك متوضبه لازم تفكر ان الست اللي انت بتتجوزها دي مش مامتك ومش الحاجات اللي انت اتعودت عليها في بيتك اللي هي الاكل والمواعيد واللبس عامل ازاي واوضتك عامله ازاي وهي كمان فاكره ان الاهتمام العمومي الزائد ده اللي هو بتاع الاكل واللبس والبيت والجو العام بتاع البيت وراحه البيت الاهتمام العمومي ده اللي هي بتديهوله وهي فاكره ان ده اهتمام بس هو في الحقيقه ما بيبقاش حقيقي يا شيري على اللونج ران ما بيبقاش اهتمام على اللونج ران هو بيفتقد حاجات تانية اهم احنا بنحط الحاجات بمصطلحات غلط هو الست المنظمه يعني انا لو متجوز ست منظمه طبيعي ان انا هخش الاقي اوضتها متوضبه طبعا لو انا حاجتي مش متوضبه لبسي انا راجل مهمل برمي البتاع لما عاشر حد منظم هبقى منظم زيه هتعدي طبعا فاهم قصدي لو عاشر حد مهمل هبقى مهمل زيه هتعدي واتش ات